الحقيقة ان انا زي ما بقول لحضرتك النهاردة احنا اول الاسبوع وعادة لما بنبقى اول الاسبوع بيبقى بقالي كام يوم مش بطلع على الهوا، ببقى براقب الموقف وبحاول اشوف كده ايه اللي بيحصل بالظبط في مصر، يعني بيبقى في وقت اكتر ان انا اتابع واشوف. والحقيقة انه كان في صورة طبعا مخزية جدا جدا انا وكل حضراتكم تابعناها طول الايام اللي فاتت، او يعني منذ نصف او نهاية الاسبوع اللي فات، وهي الصورة الخاصة بالسيدة المحترمة، السيدة المحترمة الفلمينية اللي تم التعامل معها الحقيقة بكل ما تحمله الخسة من معاني. يعني الحقيقة الصورة اللي تقدمت لنا خلال الأسبوع اللي فات ده تخليني أقول، وخليني أقول أكون صريحة جدا مع حضراتكم، كفاية بقى نقعد نضحك على نفسنا ونقول الشعب المصري متدين بطبعه، ما تزعلوش مني، وكفاية نقول الشعب المصري شهم وجدع. لا، الشعب المصري لا متدين بطبعه ولا الشعب المصري شهم وجدع، الشعب المصري زيه زي أي شعب، فيه ده وفيه ده، فيه المتدين وفيه اللي مش متدين، وفيه اللي عنده يعني أخلاق ومثل ومبادئ عالية جدا، وفيه الحقيقة عنده كم كبير من الانحطاط زي المجموعة اللي احنا شفناها اتعاملت مع هذه السيدة، وفيه فينا الكويس يا جماعة وفينا اللي مش كويس. طيب ما احنا لازم نصارح نفسنا بهذا الكلام اذا كنا عايزين نتغير للأفضل، زينا زي اي شعب، فينا كل ألوان وكل أشكال الطيف. زي ما شفنا الأسبوع اللي فات مجموعة أقل ما توصف به هي الجهل والتعصب والانحطاط الأخلاقي، زي ما شفنا ده أنا برضو شفت امبارح وشفت برضو النهاردة نماذج أخرى غاية في النبل وغاية في الرقي وفي الجمال الحقيقة. وخليني أقول لكم برضو النماذج التانية علشان برضو نعرف أن الصورة ما هياش سيئة خالص، يعني على الإطلاق. امبارح أنا كنت حاضرة افتتاح مستشفى السرطان، مستشفى علاج السرطان اللي بتفتتح أو افتتحت بالأمس في الأقصر. والحقيقة أنه امبارح وأنا بشوف هذا الصرح الحقيقة كنت سعيدة جدا أنه أهالي الصعيد وأهالي الأقصر هيكون عندهم هذا المكان يقدروا يتعالجوا فيه بالمجان، لأنه المستشفى طبعا قائم تماما على التبرعات. والحقيقة أنه لفت نظري والقائمين على هذا الصرح بيتكلموا وبيكلموا الحاضرين عن التبرعات اللي حصلت للمستشفى، الحقيقة قالوا عن مثالين، وطبعا في ناس كتير متبرعة، ولكن هم ضربوا مثالين باتنين أشخاص والحقيقة ما قالوش أساميهم. واحدة سيدة، السيدة دي عايشة في مصر، والسيدة دي قررت أن هي تتبرع كصدقة جارية عن ابنها لهذا المستشفى ب50 مليون جنيه. وبرضو اتكلموا عن رجل آخر وقالوا إنه هو عايش برا مصر والراجل ده اتبرع ب20 مليون جنيه. وأنا بسمع هذا الكلام الحقيقة قلت في نفسي يعني ده إيه الجمال ده، وإيه الـ الإحساس بالآخرين ده، وإيه تفضيل الآخر على الذات ده. يعني تخيلوا واحدة معاها 50 مليون جنيه ما استخسرتهمش، ما قالتش أكنزهم وأشيلهم وأخليهم لنفسي وأعيش، لا، اتبرعت بيها لناس لا شافتها ولا تعرفها، اتبرعت بيها لمرضى حاليين ومرضى محتملين لسه هيعيوا في المستقبل، ناس ما تعرفهاش، اتبرعت علشان الناس دي تتعالج وتلاقي في بلدها وتلاقي في الصعيد مكان نظيف محترم آدمي يتعالجوا فيه. ده إيه الجمال ده كله؟ ونفس الشيء بالنسبة للراجل اللي اتبرع ب20 مليون جنيه. وده ما يقللش طبعا من الناس التانية اللي كل واحد اتبرع على قده وعلى قد ما هو يقدر يتبرع، حتى وإن كان أبسط شيء ممكن جنيه حتى. ده مثال يقول إن إحنا فينا ناس كويسة جدا، وإن إحنا فينا ناس بتفضل الغير على نفسها، عكس طبعا الصورة المسيئة اللي شفناها الأسبوع اللي فات. برضو صورة تانية النهاردة تابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة بطلبة تلاميذ اللي هم المستقبل، اللي هم ولادنا حبايبنا. ولادنا حبايبنا دول في إحدى المدارس، وبالمناسبة مش لوحدهم، أنا بسمع ده في ولايات كتير حواليا في مدارس مختلفة، نفسهم يا حبايبي إن هم يعملوا أي حاجة كويسة علشان إخواتهم المصريين اللي عندهم اللي ما عندهمش نفس إمكانياتهم يعيشوا بشكل أفضل. ولادنا الجمال الحلوين دول قرروا إن هم يعملوا حاجة كويسة، وبالتالي قعدوا مع بعض وقعدوا يفكروا إحنا
ظروفنا المادية كويسة وأحسن من غيرنا، نعمل إيه نعمل إيه؟ إحنا هنتبرع. بالمناسبة المدرسة دي ابتدائي وإعدادي، قرروا إن هم يلموا من بعض ومن زمايلهم ومن مدرسينهم ومن أهاليهم، يلموا فلوس علشان يساعدوا بيها المصريين اللي موجودين في أماكن بسيطة واللي يعني داخلين على رمضان والأسعار بالنسبة لهم أكيد غالية جدا ونار زي ما كلنا عارفين. كانوا حاطين قدامهم هدف إن هم يلموا 30,000 جنيه، والحقيقة بشطارتهم وبجهدهم التلاتين ما بقوش 30، لا دول قدروا ان هم يلموا 80,000 جنيه. حقيقي ربنا يا حبايبي يكرمهم ويحافظ عليهم ويكتر من ولادنا اللي عندهم الإحساس بالغير ده. لموا فلوس ونزلوا مراكز الجملة واشتروا كميات كبيرة جدا، 1200 إزازة زيت و1200 كيس سكر وكياس رز ومكرونة وي وي وي، وعملوا شنط سعر الشنطة بعد التعبئة 70 جنيه، واختاروا منطقة من مناطق القاهرة الفقيرة اسمها بطن البقر، ونزلوا بنفسهم في باصات المدرسة. أنا برضو بحيي المدرسة الحقيقة اللي شجعتهم على ده وبرضو ساهمت، يعني هم نزلوهم في الباصات ومدرسينهم وطبعا أساتذتهم ساعدوهم كمان، نزلوا في الباصات ووزعوا 1200 شنطة. على فكرة ده بيحصل، أهل الخير في بلدنا برضو كتير جدا، وياريت الخير ده ما يكونش بس في رمضان، يبقى طول الوقت، وياريت كلنا نشجع ولادنا يبقوا زي الولاد دول علشان يكبروا ناس تنفع بلدهم وتنفع مجتمعها وتحس بغيرها، ما يطلعوش ولاد زي الناس التانية اللي للأسف بتسيء لينا جميعا. طيب دول الولاد دول اللي أنا الحقيقة فخورة بيهم وسعيدة بيهم، نفسي كل ولادنا يبقوا بالشكل ده، والحقيقة ولادنا اللي بالشكل ده موجودين كتير في مصر بس عايزينهم أكتر وأكتر وأكتر. طيب آدي صورة تانية رائعة وجميلة. الصورة التالتة بقى عشان ندخل في الأخبار بعد كده، الصورة التالتة صورة مواطن مصري. المواطن ده حسب المعلومات يعني اللي كتبت برضو جبناها من على الفيسبوك، المواطن ده في 6 أكتوبر، واضح إن هو صاحب العمارة دي، وهو العمارة دي فيها مجموعة من السوريين، عدد من السوريين ساكنين فيها. هو قرر إنه مش بس رمضان اللي كريم، إنه لا هو كمان يكون كريم، وإنه هيخلي الإيجار في شهر يونيو نص شهر بس علشان شهر رمضان، وكاتب زي ما أنتم شايفين كده على الباب وكل عام وأنتم بخير. يبقى لما نتكلم عن بلدنا ولما نتكلم عن نفسنا كمصريين خلينا نبقى واقعيين وصراحة مع نفسنا، إحنا كلنا كويسين وجدعان وعندنا شهامة وعندنا تدين وأخلاق؟ أكيد لا، ما إحنا بشر، إحنا فينا ده وفينا ده، فينا الإنسان الخير العطوف الكريم، وفينا للأسف الإنسان اللي بيسيء لغيره، المتعصب اللي ما بيحترمش الاختلاف. وإحنا قدامنا النموذجين، قدامنا النموذج ده اللي إحنا شفناه الأسبوع اللي فات، وقدامنا الثلاث نماذج اللي إحنا شفناها دلوقتي مع حضراتكم، وكل واحد فينا أنا وحضراتكم في النهاية ليه إنه هو بيختار، إما إنك تكون مع ده أو إنك تكون مع ده.